بعد فوضى زماجرية، حملة أمنية كبيرة بمدينة مراكش، وتوقيف المئات بجرائم مس بالأخلاق والقيادة المتهورة. إلى التفاصيل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تواصل ولاية أمن مدينة مراكش لليوم الرابع التوالي تنزيل واحد المخطط عمل اللي تلقاته نهاية الأسبوع الماضي بخصوص حملة أمنية ترمي إلى إمكانية إلى مكافحة مختلف الجرائم الماسة بالإحساس بالأمن في الشارع العام، وزجر قاعدك السباقات الاستعراضية والخطيرة وذاك الفحال الخاوي، وكذا المخالفات المرورية اللي كتهدد أمن مستعملي الطريق وسلامة المواطنين والمواطنات بالمدينة. وقد تمكنت مختلف المناطق التابعة لولاية أمن مراكش خلال ليلتي 27 و28 غشت من توقيف 102 الأشخاص متلبسين أو مبحوث عنهم في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق أغلبها بالجرائم الماسة بالأخلاق العامة، فضلا عن توقيف 4 أشخاص يحملون جنسية أجنبية متلبسين بحيازة وعرض 13 ورقة مالية مزورة من فئة 20 أورو للتداول. وفي سياق متصل، تمكنت إجراءات اللي كتقوم بها الأمن بمدينة مراكش ديال السلامة المرورية، وذلك بهدف زجر السياقات الخطيرة والمتهورة، في ضبط وإيداع 46 مركبة بالمحجز البلدي الفوريان لتهديد سائقيها سلامة ومستعملي الطريق عن طريق السياقات الاستعراضية والخطيرة. هو اللي كانت بارطاجه بزاف في الأسابيع الماضية، كانوا شي فيديوهات ديال شي زماكريا كيبقاو يديروا السباقات، ومنهم اللي كانت كتسبب حوادث سير إضافة إلى الفحال الخاوي وداكشي اللي كيديروه، عدم احترام القانون، السياقة في حالة سكر. منهم واحد الفيديو اللي كان تشهر ديال هذاك اللي كان دهز بزاف ديال الناس، هو غادي كيسوق بواحد الطريقة جنونية. وفي إطار أيضا الأمن الطرقي، دائما تمكنت مختلف وحدات الشرطة ديال المرور في ضبط 557 مخالفة مرورية، من بينها 278 مخالفة تتعلق بسياقة الدراجات النارية بدون خوذة، بدون استعمال خوذة الرأس، فضلا عن إيداع 79 دراجة نارية أو ثلاثية العجلات بالمحجز البلدي لمخالفة سائقيها لقانون السير وتعريض سلامة الأشخاص للخطر. وتشارك في هذه العملية الأمنية اللي كينا في مراكش تقريبا شي 4 أيام في مختلف المناطق الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، معززة أيضا بفرق الشرطة القضائية ودوائر الشرطة والهيئة الحضرية وشرطة المرور، بالإضافة إلى مختلف فرق التدخل والمجموعات النظامية. حملة مكثفة تقوم بها ولاية أمن مراكش لضبط المخالفات وضبط السيبة اللي داروها شي وحدين محسوبين على زماجرية ولا مقيمين بالخارج وكيدوزوا العطلة ديالهم في مدينة مراكش، المدينة السياحية المعروفة في العالم. جدير بالذكر على أن في 3 أيام الأولى من هذه العملية كانت قد عرفت بدورها توقيف 267 شخص متورط في قضايا مكافحة الجريمة، فضلا عن إيداع 78 مركبة بمحجز البلدي لتورط أصحابها في ارتكاب السباقات المتهورة والخطيرة اللي كتهدد سلامة وأمن ومستعملي الطرق. كيف قلنا، فأيضا تمكنت أيضا عناصر الدائرة الأمنية الخامسة بمدينة مراكش ليلة الثلاثاء 27 غشت من توقيف 4 ديال الأشخاص من الجالية المغربية يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وعرض أوراق نقدية مزورة للتداول، وفق المعطيات اللي كشف عليها واحد الموقع محلي في مدينة مراكش، فإن 4 ديال الأشخاص من الجالية المغربية المقيمة في الخارج مقيمين بالديار الفرنسية خاصة، 3 منهم كاينين 3 ديال الشبان وفتاة كتراوح الأعمار ديالهم ما بين 20 و 30 عام، حاولوا أثناء
التجول ديالهم في اسواق مراكش، ويقول لك الشوبين، فاذا بهم كيجبدوا فلوس مزوره. الامر اللي رد ليه البال بزاف ديال الناس اللي خدامين، مجموعه من اصحاب البازارات باسواق المدينه العتيقه اللي قاموا باخطار المصالح المانيه، عيطوا على البوليس، مصالح الدائره الامنيه الخامسه اللي تدخلت على الفور وجرى توقيف المعنيين بالامر تحت اشراف رئيس المنطقه الامنيه. استنادا لهذه المعطيات، فان مصالح الامنيه قامت بفحص مبلغ مالي قدره 400 يورو كانت بحوزه الموقوفين، وتبين انها مبالغ مزوره ليتم انتقال الى الشقه اللي كيكريوها هاد المعنيين بالامر، حيث تم العثور على مبلغ مالي اضافي، بعض اوراقه سليمه والاخرى تم تمزيقها. وقد تمت احاله الموقوفين الاربعه، ثلاثه شبان وفتاه، على مصالح هويه الامن مراكش لاجل تعميق البحث معهم في المنسوب اليهم، في انتظار تقديمهم للنيابه العامه من اجل اتخاذ المتعين في حقهم. كيجي هذا، وكيف قلنا قبيله مدينه مراكش كيف كتعرفوا راه هي مدينه سياحيه الاولى في المغرب، وعلى حساب هذا الموقع اللي هضرنا عليه قبيله اللي نشر هذه المعلومات على هذول اللي لقاوهم كيزيفوا الفلوس، ف كيتوصل هذا الموقع اللي هو موقع كش 24 بمعلومات حصريه كتفيد بان عدد كبير من هاد الزماكريه اللي وصلوا الى مدينه مراكش ينحدرون ماشي غير من اصول مغربيه، ولكن ايضا كاينين وحدين من اصول جزائريه وعندهم الجنسيه الفرنسيه، ويزعموا الحساب هذا الموقع كيقول على ان هؤلاء الاشخاص وصلوا الى المدينه بهدف تخريب سمعه المغرب عامه ومدينه مراكش بشكل خاص. وكتعتبر مدينة مراكش كيف قلنا وجهة سياحية عالمية، وقد أدى توافد هؤلاء الزماكرية إلى المدينة إلى إثارة قلق واسع وغضب شعبي في صفوف المراكشيين وزوار المدينة الوافدين إليها من باقي المدن المغربية، خاصة بعد ارتكاب هذه الزماكرية حوادث سير عدة وإحداثهم الكثير من الفوضى بمجموعة من الأماكن بالمدينة. وحسب مصادر هذا الموقع، فإن هؤلاء الأفراد كيستأجروا فيلات، كيكريو فيلات فاخرة في منتجعات في حال بريستيجيا ولا طريق أوريكا وتحنوت، كينخرطوا في مجموعة من أعمال فوضوية والسياقة الاستعراضية المتهورة، ويعمدون إلى توثيق هذه السلوكات المنحرفة وغير القانونية عبر تسجيل مقاطع فيديو يقومون بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارهم مؤثرين، ويتابعهم الآلاف من الأشخاص بهدف تشويه صورة المدينة والنيل من سمعتها باعتبارها مدينة سياحية عالمية. وفي هذا السياق طالب مهتمون بضرورة أن السلطات المغربية المختصة أن تتدخل في الأمر من أجل اتخاذ إجراءات صارمة ضد هذا التسيب خلال العطلة الصيفية المقبلة، ومحاربة الانفلاتات اللي يقوم بها الزماكرية، وفرض ضوابط أكثر صرامة على استئجار الشقق المفروشة والفيلات، والتحقق من هوية المستأجرين، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة الأمنية من طرف السلطات الأمنية للحد من هذه الفوضى اللي كيديروها هاد خوتنا اللي جاوا كيف كيقول الموقع في مهمة خاصة تروم النيل من سمعة المدينة والمغرب بصفة عامة. كما طالب مواطنون من سلطات مراكش بالتعامل مع الفوضى اللي كيقوموا بها هاد الزماكرية بحزم وصرامة شديدين، حفاظا على سمعة المدينة كوجهة سياحية عالمية، وضمان سلامة وأمن جميع المواطنين والزوار على حد سواء.